مبروك لكل الجماهير النصراوية، كل المحبين، هارد لك الأشقاء في نادي الاتحاد. الحمد لله مباراة كبيرة، فريقين كبار، يعني ما تقدر تتنبأ دائما بالمباريات بين الفرق الكبيرة، فيها أشياء كثيرة، فيها تفاصيل أحيانا تبين الفارق وتخلق الفارق. احنا مقتنعين انه فريقنا جيد، كان يعني يحتاج وقت، يحتاج انسجام، يحتاج اللعيبة تكون بالفورمة، يعني هذا اللي اشتغلنا عليه في الفترة الماضية. الحمد لله انه بدأ يعني يكون فريق نسق تصاعدي حتى وان كنا في نهاية الموسم، لكن يهمنا كثيرا ننهي موسمنا ان شاء الله بشكل مرضي، على الاقل يعني نبدأ موسم الجاي احنا يعني ناهين موسمنا هذا بشكل كويس. اليوم قدمنا مستوى مجهود يعني كويس، لكن اغلاط بسيطة ان شاء الله نعدلها في المباريات الجاية ونظهر بالمستوى اللي يليق فينا. الشباب كلهم حريصين على اساس انه خمس مباريات هذه اللي متبقية من الدوري نحصل فيها على 15 نقطة، نحافظ فيها على المركز الثالث. الحمد لله كسبنا منها 9 نقاط وباقي 6 نقاط. مع زيادة المباريات المدرب يتعرف على الفريق أكثر، اللعيبة ينسجموا، عدد كبير جديد ينسجمون مع بعض أكثر، يتفاهموا مع بعض أكثر، في بعضهم حتى بدأوا معنا بلياقة ضعيفة الآن بدأت تحسن لياقتهم، يعني طبيعي كل ما لعبنا كل ما صار في عندنا إن شاء الله انسجام ونتائج أفضل. وطبعا مع الأسف كان جت متأخرة، لكن على الأقل أفضل من ما يعني تجي ما تجي أبدا يعني.